وينضم إلينا من مدينة جنيف عبر سكايب السيد شادي شليلة، الصحفي المختص في الشؤون الدولية. أستاذ شادي، أهلا وسهلا بك معنا. العنوان الرئيس لمؤتمر دافوس هذا العام: مواجهة كورونا وتوزيع عادل للقاحات في الدول الفقيرة والنامية. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الهدف يمكن أن تتفق عليه هذه الدول ويطبق على أرض الواقع؟ بالنسبة للاتفاق وللعناوين التي توضع عادة في دافوس، قد يتم التفاوض حولها، قد يتم التوافق عليها، ولكن بالنسبة للتنفيذ فهذا أمر آخر. هناك على مدى السنوات، هي الدورة 52 لمنتدى دافوس، وإن كان يعقد في هذا الشكل على شكل اجتماعات حتى الآن، ولكن كما قال إن كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا إلى توزيع عادل للقاحات وإلى كل ما دعا إليه، هناك أيضا رئيس الصليب الأحمر الدولي الذي دعا إلى هذا الأمر وقال أن أبرز التحديات هو هذا التحدي الصحي وانعكاس هذا التحدي على الأسواق وعلى الاقتصاد. يجب أن نقول أن هذا المنتدى العالمي في دافوس هو المنتدى الوحيد ربما في العالم للحركة الرأسمالية وأصحاب رأس المال ولطرح هذه الحلول مع الحفاظ على الأسواق. هذا ما لم يحصل ربما في هذا العام، وتتوقع أيضا الكثير من الدراسات وما يحصل هنا تتوقع أن ارتدادات مع الجائحة، جائحة كورونا، على الأسواق لم تبدأ بالفعل بعد وستبدأ خلال هذا العام. إذن هناك الكثير من الحديث، هناك أبعد من هذه العناوين التي تطرح، كأن هذا المنتدى يشكل فرصة سياسية، فرصة اقتصادية، فرصة للحديث عن مجمل القضايا التي يتم التحاور حولها، وهو لم يعد خرج من الإطار الاقتصادي ليصبح سياسي جيوستراتيجي بشكل أكبر. انعكاس إلغاء هذا المؤتمر إن كان على سويسرا أو حتى على القضايا الدولية الملحة انعكاس كبير جدا، ولا أعتقد أن استبدال هذا بهذا المنتدى بشكل افتراضي سيحل هذه القضايا. هناك أيضا الكثير من الأهداف وما ناشده الأمين العام للأمم المتحدة للدول المجتمعة في دافوس بأن تولي اهتماما بمسألة أن تجعل الضرائب عادلة، أن تقلص فجوة عدم المساواة وإصلاح النظام المالي. هل تعتقد أن هذا قابل للتنفيذ خصوصا الآن في هذا الظرف الذي ما زالت الدول تعاني فيه من قضية كورونا؟ بحسب المؤشرات الأخيرة فإن الخروج من أزمة كورونا ومن تداعياتها يستلزم سنوات بالنسبة لكل دولة بعينها. في اعتقادي من خلال الكلمات التي استمعت إليها، إن كان الرئيس الصيني جي شين بينغ أو حتى الرؤساء، الرئيس الهندي أيضا الذي تحدث بالأمس، نشاهد مشهد مختلف. المشهد المختلف هو التالي: هناك تركيز أكثر على الاقتصاد الوطني الخاص، على الاقتصاد. كل دولة تحاول أن تخرج بأقل قدر من الأضرار من هذه الأزمة، وهذا التركيز يمنع بطبيعة الحال أن يكون هذا المنتدى، يشبك هذا المنتدى بين كل الدول، أن تتعاون تلك الدول لتحفيز أو لربما الخروج أو إخراج من الأزمة. أما التوزيع العادل للثروات فنحن نعلم أن هذا لم يحصل سابقا ولن يحصل اليوم بطبيعة الحال، خصوصا مع كل الأزمات التي ترافق هذه أزمة كورونا، وهي ربما انعكست بشكل أو بآخر على كل مفاصل الحياة، وهي تغير اليوم في شكل أحد أبرز المنتديات العالمية الاقتصادية، وقد تغير أيضا وتؤدي إلى نشوء ربما أشكال أخرى من هذه المنتديات ومن صيغ التعاون بين الدول. مرة أخرى أستاذ شادي، بالنسبة للدول الفقيرة، يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنها في ساعة عسرة ويجب أن تقف معها الدول الغنية، لأنه إذا حدثت اضطرابات فيها فلن يسلم منها أحد، بما في ذلك الدول الغنية. هل تعتقد أن الدول الغنية رغم إدراكها لحقيقة ما قاله الأمين العام لكنها مهتمة بهذا الأمر، مهتمة بأزمات العالم الثالث والاضطرابات الناتجة عن التداعيات الصحية والأوبئة والحروب والأزمات الاقتصادية؟
مهتمة إلى حد ما، إلى الحد الذي قد تؤثر هذه الاضطرابات التي تحدثت عنها والتي نشهد بعضا منها في عدة دول، والتي هناك حروب مستمرة إن كان في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في عدة دول أخرى، هناك اضطرابات في السودان. كل هذه الاضطرابات بطبيعة الحال تشكل هما لهذه الدول الكبرى بقدر ما تؤمن مصالحها أو تؤثر في مصالح تلك الدول. أما عدا ذلك ف يعني هذا حديث افتراضي، ربما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجب أن يقول هذه الرسالة، ويجب أن يوجه هذه الرسالة للدول الغنية، ولكن على أرض الواقع مصالح الدول الغنية اليوم أكثر من أي وقت مضى هي التي تحدد خارطة الطريق وإلى أي حد ستساعد هذه الدولة أو تتدخل في تلك الدولة مع ما يحصل اليوم ومع كل التداعيات المرتقبة في خلال هذا العام على المستوى الاقتصادي، وربما أيضا كما تفضلت على المستوى الاضطرابات أو على المستوى الأمني بشكل عام. هنا أستاذ شادي، يبدو حديث الأمم المتحدة عن أن كل الوعود التي قدمتها الدول الصناعية الكبرى، الاقتصادات الكبيرة بشأن أزمة المناخ تبدو غير كافية. هل نتوقع من دافوس هذا العام أن يقدم وعودا ربما تضيف الشيء حتى ولو كان قليلا على الوعود المطروحة أساسا في قضية أزمة المناخ؟ في الشكل الذي يعقد فيه هذا المؤتمر وعلى شكل كلمات وعلى شكل بعض الجلسات أيضا، ربما يعني الوجود الشخصي، وجود قادة الدول بشكل عام في دافوس عندما كانوا يتقابلون قبل سنتين كانت قد تؤثر وقد تطرح وعود قابلة للتنفيذ. أما اليوم بالشكل الافتراضي الذي تحصل به فيبدو كل شيء افتراضيا، حتى الوعود تبدو افتراضية في هذا المنتدى. اليوم هناك تركيز على كيفية الخروج مع عامل يعني لا نعرف عنه شيئا حتى الآن، وإن كان مر سنتين، وهو عامل فيروس كورونا الذي طرأ على المشهد، وإن كان عنوان أساسي عام 2020 في آخر منتدى انعقد بشكل شخصي هنا في سويسرا، كان الهم الصحي كان هما حقيقيا وموجودا وكان على أولوية جدول أعمال منتدى دافوس. ولكن اليوم كل الوعود ربما تدور حول المصالح الخاصة وخروج هذه الاقتصادات القوية، إن كان الصين، إن كان الولايات المتحدة، إن كان روسيا، لكل دولة، إذا أخذنا المشهد بشكل يعني منفصل، لكل دولة هم ولكل دولة تركيز على الخروج من هذه الأزمة. الوعود يمكن أن هناك انتقادات كثيرة أساسا على منتدى دافوس، منتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، يقال أنه يشهد كثير من الأقوال ولكن القليل من الأفعال. هذا الانتقاد كان في السابق، واليوم ربما أكثر من أي وقت مضى يتعرض أو هذه المقولة تصح في هذا المنتدى. وكما قلت، المؤتمر افتراضي والوعود افتراضية. شكرا جزيلا لك من جنيف سيد شادي شليلة، الصحفي المختص بالشؤون الدولية. شكرا جزيلا لك.